طب معلش سؤال برضو يعني طبعًا. في السياق اللي احنا بنتكلم فيه من المعروف او لو المعلومه دي مش مظبوطه حضرتك صححيها لنا، يعني ان مضادات الاكتئاب بتزود الوزن وتفتح الشهيه وتملى الجسم ميه صح. وحاجات زي كده دي حقيقه فعلا في مضادات اكتئاب كتيره جدا بتزود الوزن. ابتدى دلوقتي يبقى في مضادات اكتئاب ما بتفتحش النفس بالظبط بالظبط، ودي بنعاني منها ساعات كتير، بس بتبقى في ادويه الشركات ابتدت تطلع ادويه تانية انها بتسد النفس شويه او ما بتفتحش النفس فبيعرفوا ياخدوا دي، يعني الدكتور بقى بيبقى شاطر بيغير الحاجات دي يعرفوا ياخدوا دي، بس تناولها وتبطيلها لازم يبقى بالتدريج وبمتابعه مع طبيب هو نفسي. بالمناسبه اللي يكتبها الطبيب النفسي اللي يكتب لك او اللي يوصف لحد بس طبيب مضاد الاكتئاب طبيب نفسي بس بس مش طبيب تغذيه خالص، طبيب التغذيه مش من حقه يكتب اي دواء، يعني انا دكتوره بشريه انتوا عارفين، فلو حد جاي عنده مثلا عملت له تحليل طلع عنده لخبطه في الغده اوكي يا دكتور انا عارفه الدواء اللي هياخده ايه والجرعه ايه، ما اقدرش دي انا مش اوثورايزد اني اعمل كده، الدكتور بتاع الغدد هو اللي يمشي ويتابع لان دي حاله هتمشي معاه طول العمر مش تخصص انا ادي فيتامينات حديد ناقص فيتامين ناقص ده اللي انا اوثورايزد ان اديه مش اوثورايزد اني اعالج حاجه مش تخصص. طيب.